السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا متابعي دروس الرخصة الإيطالية، مع حضراتكم محمد هلال، والنهاردة هنخش نعمل يعني جزء بسيط من بعض الإشارات المتشابهة. هتبقى أجزاء بسيطة جدا، إشارات متشابهة بتيجي مع الناس بتضايقهم أو بيتلخبطوا فيها، فهنتكلم فيها بشكل سريع جدا. هي إيه؟ كبسولات بقى، كبسولة كده على الطاير عشان خاطر إيه تركز فيها. من اول حاجه او اول اشارات اللي هتكلم فيها، الاشاره اللي قدامنا ديك ليها دوبيو سينسو دي سيركولاسيوني، بيلبسها مع اشارتين كمان. بيلبسها مع مين؟ بيلبسها مع دي ومع الثانيه اللي فيها المربع الازرق اللي فيه سهمين دول. فمعانا الاشاره اللي قدامنا دي، المثلث، دلوقتي بنتكلم عن المثلث اللي قدامنا اللي فيه سهمين. لازم تميز في نقط مهمه اساسيه هخليك تفهمها كده، ايه تشوف المثلث تعرف هو بيتكلم معانا في ايه. اول حاجه لون السهم، مثلث وفي سهمين، الاشاره بنلاقيها في الايه، في الفصل بتاع البريكولو، دي اشاره خطر. تمام، اول حاجه السهمين لونهم اسود، يبقى ما فيش افضليه لحد، ما فيش حد هيدي اولويه لحد تاني، خد بالك دي نقطه اهي مهمه. تعال نشوف اللي هنا اللي قدامنا بتاعت الدايره، هتلاقي هنا في دايره اهيت وفي سهم لون مختلف عن لون تاني. ماشي، مش هنتكلم دلوقتي في الالوان ووسط الالوان، ولكن في لون مختلف عن لون، يبقى في طريق له افضليه على طريق تاني، او في اتجاه له افضليه على اتجاه تاني. تعالى على المربع، هتلاقي نفس الوضع، هتلاقي لون ولون مختلف، يبقى فيها واحد له افضليه على واحد تاني. تمام، دي اول نقطه تاخد بالك منها تركز فيها. ليه بتكلم في الافضليه؟ هتعرف واحده واحده دلوقتي. الإشارة اللي قدامنا، المثلث دوت اللي قدامنا، بيقول إن الطريق كان، بص في الصورة أهي، كان سينسو أونيكو وبقى دوبيو سينسو. الطريق كان إيه؟ أهو من عند، تعالي هنا، من قبل التقاطع دوت كده أهو، شايف الخط اللي أنا برسمه؟ الطريق سينسو أونيكو، الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه، ماشي؟ من بعد الإشارة دي نفسها الطريق بقى دوبيو سينسو، في سهم رايح وسهم جاي اهو زي ما احنا شايفين، بقى سهم رايح وسهم جاي الاثنين بنفس الاهميه، يبقى ايه؟ يبقى الطريق كان سينسو اونيكو، كان اتجاه واحد، وبعد كده بسبب بقى شغل على الطريق، بسبب حصل مش عارف ايه، اي حاجه مش قصتنا، الطريق بقى اتجاهين. فانت بيقول لك خد بالك يا باشا، الطريق ما بقى او المسار، المسار ما بقاش بتاعك انت لوحدك، ده بقى بتاع ناس جايين من الاتجاه المعاكس ليك ولهم. فصحصح شويه كمان، ماشي، عشان خاطر الطريق ما بقاش بتاعك انت لوحدك زي ما قلت لك. تاني حاجه بيقول لك، لو انت لو حبيت، لو عاوز، لو ما فيش حاجه بتمنعك انك انت تعمل سورباسو، اعمل سورباسو، بس خلي عندك حذر بزياده كمان شويه. تمام، هي دي قصه الاشاره بجد. يعني في الاسئله الفالسو اللي فيها، يعني جايب لنا شويه اسئله فالسو فيها ارخم من الرخامه، وبيلبسها لنا في نهين، بيلبسها لنا في الدايره. يعني القصه كلها ان هو بيلبسها لنا في الدايره اللي هي قدامنا بتاعت البريشيدنسا دي. ليه؟ هقول لك انا بعض الاسئله الفالسو. بيقول لك في الاشاره اللي هو المثلث ده اللي قدامنا، انا عمال قلب دماغك بس عايزك تصحصح. بيقول لك ايه؟ برافيزا ديريتسيوني اوبليجاتوريا، اتجاه اجباري. لا، دي مش اتجاه اجباري، ماشي. سنسو اونيكو الترناتو، اتجاه واحد بالتبادل، يا اما انت تعدي يا اما انا اعدي. لا، الطريق عريض وواسع وزي الفل، ومش سنسو اونيكو الترناتو، اتجاه وحيد بالتبادل، واحد يقف ويعدي التاني. لا، محدش بيقف ويعدي التاني. تمام، بيزونيا تورنارين دييترو، عشان خاطر في سهم معاكس، بقول لك ايه، محتاجين نرجع تاني. فالسو طبعا. دريتو برانونشا الدريتو دي بريجنسا دي سنسي اونيتشي الترناتي، حق الاولويه للناس اللي جايين من المعاكس. لا، ما حدش له اولويه، انا قلت لك السهمين بنفس اللون. عرفت ليه بقول لك الالوان لها عامل من العوامل في التركيز؟ تمام. بعد كده بقول لك ايه، برانونشا لا تشيركولاسيون دي فينتاتا اسنسو اونيكو، الطريق بقى اتجاه واحد بس. لا، العكس، الطريق كان اتجاهين، كان اتجاه واحد قصدي، وبقى اتجاهين. يعني يقول لك الطريق بقى، يعني اصبح اتجاه واحد، فالسو. الترافيكو سيسفولجس دو كاريجاتي سيباراتي، الطريق بقى ايه، بقى فيه مسارين منفصلين، فالسو. هي دي القصه بتاعت الاشاره دي بالنسبه ايه للتلبيس، بيلبسها في الاشاره الثانيه اللي هي الدايره اللي انا قلت لك عليها. فهنا الاشاره دي قلنا لك برانونشا كي معناها دلوقتي،
una carreggiata a senso unico diventata a doppio senso e il tariq kan ittigah واحد بقى اتجاهين se affondo giallo e posto in presenza di lavori in corso لو صفرة يبقى موجودة في وجود ايه عمل على الطريق comportamento مفروض نتصرف ازاي bisogna usare maggiore prudenza مفروض نستخدم الحذر العالي bisogna usare maggiore prudenza perché poco oltre كمان شوية poco oltre يعني كمان شوية قدام حبة si incontrano veicoli che provengono dal senso opposto كمان شوية قدام حبة بعد الإشارة ديك هتلاقي ايه هتلاقي عربيات جاية من الاتجاه المعاكس si incontrano veicoli provengono dal senso opposto هتقابل عربيات جاية من الاتجاه المعاكس se esistono le condizioni è possibile effettuare tutte le manovre consentite nella circolazione su strada a doppio senso compreso il sorpasso يقول لك لو ما فيش حاجة تمنع تمام ممكن تعمل كل اللي عايز تعمله على الطريق حتى لو كنت عايز تعمل سرباسو عايز تركن عايز مش عارف ايه المهم ممكن تعمل سرباسو لو ما فيش حاجة بتمنعك زي ما قلنا في الكلام تمام ديك بالنسبة للإشارة بتاعت المثلث اللي فيه سهمين تعال نشوف الإشارة بتاعت الدايرة بتاعت البريشيدنسا تعال نشوف البريشيدنسا فين هي في لحظة واحدة نجيبها من الكتاب دوت أفضل في صور حلوة هتساعدنا يعني دقيقتين زيادة هيريحوك في الشرح وفي الأسئلة بصراحة يعني ديك من ضمن النقط اللي كنت عايز أعملها من بدري ولكن إيه كل شيء بأوان يعني هنا في الأوبليجو مش عايزين أوبليجو دلوقتي الإنديكاتسيون يبقى البريشنسة كان المفروض التالت هنا في كتاب الكتاب بيختلف من كتاب لكتاب طبعا ومغلبنا معاهم والله متوين دماغي بس على مين الحمد لله كل اللوغاريتمات بتاعتهم بتاعت ترتيب الفصول ترتيب الأسئلة تقليب الفصول نفسها بفضل الله قدرنا نحلها بشكل جيد جدا اهي يا باشا يا باشا اهي الدايرة جات لك اهي الدايرة ديك بقى ايه دايرة اهي وفيها سهمين دي اشارة بريشيدنسا فيها سهمين بالوان مختلفة يعني في سهم او في اتجاه له افضلية على اتجاه تاني الطريق ضيق ستريتويا بسبب بقى ايه ونستاكلوا فيسو بسبب شجرة على الطريق عمود كهربا بيت اي استاكلوا فيسو يعني ايه يعني عقبة ثابتة ماشي فبسبب اي شيء الطريق بقى ضيق فبيقابلنا استنى هات اللون الحلو ده انا عايزك تركز معايا انا بتكلم على مين انا بتكلم هنشخبط على دي خالص اهي بتكلم على الدايرة عشان بس تبقى عارف انا بتكلم على مين وما تهش مني الدايرة اللي قدامنا بنتكلم على الدايرة الطريق ضيق بتقابلنا على طريق ضيق الطريق دوت بقى ايه مش هينفع نمشي احنا الاثنين في نفس الوقت يا اما انت هتقف وتعديني يا اما انا هقف واعديك فبقى ايه سينسو اونيكو اتجاه واحد الترناتو ما الحتة ديت بقت اتجاه واحد اهي بس بالتبادل يا اما واحد يمشي والتاني يقف والتاني واحد يمشي والتاني نفس الوضع يعني يا اما تمشيني يا اما مشيك يبقى سينس اونيكو الترناتو احنا دايما 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 السهم بتاعنا اللي طالما ما قالش في الاشاره يبقى احنا دايما بنعتبر نفسنا اللي جايين من تحت لفوق السهم بتاعنا لونه احمر يبقى احنا ملناش اسبقيه ده احنا لنا المفروض ندي الاولويه دوبيامو دار الاولويه المفروض ندي الاولويه يبقى احنا هنقف دوبيامو دار احنا هندي الاولويه يبقى احنا هنقف عشان ندي الاولويه للي جاي من الاتجاه المعاكس تمام فاحنا بنقف ونعدي الناس اللي جايه من الاتجاه المعاكس هيقول لك الطريق بقى دوبيو سينسو الطريق اصبح دوبيو سينسو لا الطريق بالفعل دوبيو سينسو هي الطريق قبل الاشاره دوبيو سينسو وبعد الاشاره دوبيو سينسو مفيش فيه اي مشاكل الطريق بالفعل دوبيو سينسو تمام تمام المشكله ان الاشاره مش في بعض الاسئله او في سؤال رخم قوي بيقول لك سيتروفا بريما دي كوالسياسي ريسترينجيمنتو ديلا سترادا بنلاقيها قبل اي تضييق على الطريق لا مش بنلاقيها قبل اي تضييق خد بالك ديك بنلاقيها في التضييق اللي احنا ملناش فيه الاولويه لان الطريق لما بيضيق والكلام ده قلناه بيضيق من ناحيه بنلاقي الدايره دي ومن الناحيه الثانيه بنلاقي المربع يعني لو واحد وقف
عشان يدي الأولوية، التاني مش هيقف هو كمان. لو احنا لقيناها في أي تضييق يبقى أنت العربية الخضراء هيلاقيها قدامه هيقف، والعربية البيضاء اللي فوق ده اهي هيلاقيها قدامه هيقف، يبقى احنا الاتنين بقى هنفضل واقفين طول النهار ومحدش هيعدي التاني، فما ينفعش نلاقيها قبل أي تضييق. لو لقينا ديت مش هنلاقي التاني، لو لقينا الدايرة هنا في الاتجاه ده مش هنلاقيها في الاتجاه التاني، هنلاقي في الاتجاه التاني هنلاقي المربع. تمام. الاشاره دي بما انها شكل دايره مش اشاره ديفياتو، دي مش اشاره منع، دي اشاره بريشيدنسا، دي اشاره اولويه، وبيتم تصنيفها بريسكريبسيوني. تمام زي الفل. معانا بعد كده الاشاره الثالثه اللي فيهم اللي هي المربع اهي. المربع بقى بتبقى عكس الدايره، دي برضو اشاره اولويه، اشاره اولويه. السهمين بلون مختلف يبقى واحد له اولويه على الثاني. احنا دايما السهم بتاعنا اللي هو طالع من تحت لفوق يبقى السهم بتاعنا لونه ابيض او عكس اللي موجود التاني، احنا قلنا الاحمر ملهوش اولوية اهو ماشي، يبقى السهم بتاعنا له الاولوية، فاحنا ممكن نعدي الطريق بس نتأكد ان اللي جايين من الاتجاه المعاكس ادوني الاولوية. لو واحد مش واخد باله ومشي فبالتالي مش هروح اخبط فيه او اروح اتخانق معاه. تمام. الطريق بالفعل دوبيو سينسو بريما ديل سينيالي ودوبو ديل سينيالي، عشان في سؤال تاني بيقول لك الاشاره ديت بتكون بتيجي في الطريق اللي هو الديفينتاتو دوبيو سينسو، بتيجي في الطريق اللي هو اصبح دوبيو سينسو. لا فالسو، دايما 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 بيلبسها لك في الاشاره اللي انا اتكلمت فيها الاول خالص بتاعه المثلث بتاعه الخطر. تمام. طبعا بالنسبه للاولويه، مين اللي له الاولويه، السيمافرو ولا العسكري ولا مش عارف ايه، الكلام ده كله قلناه بالتفصيل في شرح الدرس فممكن ترجع له. ديك اول نقطه معانا في الاجزاء المتشابهه، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.